جو عمان الماطر أكثر من المعتاد بكثير بدأ بصورة قاتمة، إذ بعد ساعات من سقوط الأمطار الغزيرة في العاصمة الأردنية ظهر مقطع مصور لعامل مصري فقد ولده في الفيضانات. يا أمير رد على أبوك يابا رد على أبوك يا حمدي. في المدينة ذاتها أيضا عدد من الطرق الرئيسية والفرعية أغلقت وحصرت السيارات جراء تساقط أمطار فيضانية مصحوبة بعواصف رعدية قوية. ليست العاصمة الأردنية فقط، مدن عربية أخرى تغرق حتى قبل دخول فصل الشتاء. ففي مصر بضع ساعات من الأمطار كانت كفيلة لتغرق شوارع الإسكندرية للمرة الثانية في أسبوع واحد، حتى روح الدعابة يبدو أنها لم تخفف هذه المرة من مخاوف المصريين، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا. أما في العراق، الأمطار الغزيرة أعادت مخاوف السكان من فيضانات جارفة تغرق مناطق عدة، وهم الذين لم ينسوا بعد فيضانات بغداد التي أغرقت منذ أيام 50% من أحيائها، محدثة أضرارا وصلت إلى المليارات بحسب مجلس محافظة بغداد. كوارث طبيعية تضرب دولا عربية مختلفة يفسرها خبراء بأنها بداية انقلاب مناخي، بينما رفعت من حدة الانتقادات لحكومات عربية على أدائها في مواجهة الكوارث الطبيعية. سارة بن عشوبة، العربية.